صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في اولى نشراتنا الرياضيه. البدايه بالرابطه المحترفه الاولى، 3 مباريات تلعبوا البارح من الدفعه الاولى للجوله الخامسه. النادي الرياضي بنزرتي تعادل 1-1 مع نجم المتلوي. السيابي كان افتتح النتيجه عن طريق احمد العامري في الدقيقه 26، ثم احمد بواسيده كان سجل هدف التعادل لنجم المتلوي في الدقيقه 40. المباراه الثانيه في شادي زويت، شايب العمران قدم مردود متميز خاصه في الشوط الثاني، ولكن هزمت امام فريق زاد بدوره قدم مردود متميز جدا. نحكيو على شهيبة العمران بريتو الاتحاد الرياضي المنستيري، كان افتتح نتيجة من رأسية لفابريز زيجي، ثم هدف جميل جدا لمعز حاج علي في دقيقة 61 قبل ما يذلل شهيب الزغلامي من رأسية النتيجة لشهيبة العمران. المباراة الثالثة تلعبت في رادس 5:30 متاع العشية، الكلاسيكو قمة الجولة هذية للبارح ما بين النادي الإفريقي ونادي راس فيقسي، انتهت بالتعادل دون أهداف. بعد المباراة دافيد بيتوني قال قدمنا ماتش كرة قدم باهي برشا، عملنا 45 دقيقة من مستوى عالي جدا، المجموعة تطورت وأثبت كوني قاعدة تتطور برشا خاصة في السيطرة على الكرة وتنويع اللعب والتماسك الدفاعي. لكن قال الشوط الثاني فيه برشا توقف للعب والنادي الصفيقس يرجع برشا للديفونس، ولكن قال على المستوى الشخصي أنا والستاف والملعبية والناس الكل وحتى الجماهير نعتقد زاد هما كيفنا فرحانين برشا بالماتش والجودة الكاليتي متاع اللعب والمستوى والعقلية. قال الحقيقة محظوظ جدا لأني أنا عندي فريق كما النادي الإفريقي ومجموعة كما اللي موجودة تخدم معايا ومسؤولين أعطوني ثقة كاملة. بالنسبة لألكسندر سانتوس كان بعد المباراة قال كونه عندي فريق شاب وصغير، ثم ملعبية عمرهم لعبوا مع بعضهم، المباراة هذه هي السابعة لينا الموسم هذايا وفي 7 ماتشوات أكيد شفتوا واكتشفتوا كوني ما لعبتش بحتى تشكيلة في نفس يعني زو ماتشوات ورا بعضها، هذاك علاش ثم قاعدين نبنيو في فريق وما زلنا في مرحلة التكوين، لكن ورينا اللي عندنا قدرات جماعية واللي عندنا حاجات نجموا نبنيو عليها. لكن قال نعاود نقول كونه مش ساهل بالكل كونه توقف فريق هجومي قوي برشا النادي الإفريقي. الجولة الخامسة من رابطة المحترفة الأولى تختتم اليوم، 5 مباريات والخمسة يتلعبوا من 3 متاع العشية. النجم الرياضي الساحلي في ملعب الأولمبي بسوسة يلعب ضد ستاد تونيزيان. النجم الساحلي بس يسجل عودة علي جمل اللي كان تعرض لإصابة في مباراة ودية، حسام بن علي كيف كيف جاهز، ياسين الشماخي زاد جاهز وعلى ذمة الإطار الفني. بالنسبة للملعب التونسي نعطيهم بعد قائمة الغيابات لأن يعني قائمة طويلة برشا الحقيقة. المباراة هذه تتعدى على الوطنية الأولى وقناة الكاس 1 في نفس التوقيت في جرجيس. ترجي جرجيس يلعب ضد ترجي الرياضي التونسي، مباراة معقولة بداية من مال 3 على الوطنية الثانية. أولو موجود مع المجموعة وعودة معتز الزدام اللي باش يكون كونفوكي للمباراة هذه لأول مرة الموسم هذا. اتحاد تطاوين يواجه اتحاد بنقردين، مباراة غير منقولة تلفازيا. قوافي القفصة يواجه الأولمبي البيجي كيف كيف غير منقولة، ومستقبل جيبس يواجه مستقبل سليمان مال 3 ومباراة غير منقولة تلفازيا. بالنسبة لغيابات الملعب التونسي اللي حكينا عليها، ثم غياب كلوزي أكبوزو المدافع، متوسط الميدان غازي العيادي لاعب سجد الفرشيشي، اسكندر الشيحي غايب، عثمان وطارا اللي عنده إصابة، إلى جانب طبعا غياب يوسف أمارو اللي عنده بطاقة صفرة ثالثة، وزياد بالريمة اللي يستوفي بعد المباراة هذه عقوبة 3 مباريات. اليوم زاد كيف كيف في الموعد مع الدفعة الأخيرة من مباريات الرابطة المحترفة الثانية، مال 3 المباريات لكل جمعية مقرين جندوبة الرياضية. شباب العمرانية الشباب الرياضية القيروانية تلعب ضد الهلال الرياضي برديف، مستقبل قاسين يلعب ضد الرالوي، أولمبيك سيدي بوزيد هلال الشابة، الكوكب الرياضي بعقارب، الأمل الرياضي بالركبة، نادي محيط قرقنة يواجه البعث الرياضي ببوحجلة. أصبح نادي إنتر ميامي هو نادي ما قبل الأخير ليحجز مقعد ليه ضمن منافسات كأس العالم للأندية في نسخة جديدة. نحكيه على نسخة 2024-2025 اللي بيشاركوا فيها 32 فريق من بينهم 4 فرق من القارة الإفريقية، بتبيع من بينهم الترجي الرياضي التونسي. تأهل نادي إنتر ميامي باعتباره ممثل للبلد المضيف بعد ما عمل مشوار رائع حسب التقرير الفيفا خلال المنافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، واللي شهد حسم الدرع لصالح الفريق قبل زوج مباريات من نهاية المسابقة. نذكر كونه انتر ميامي يلعب فيه ليونيل ميسي، والانونس هذه كانت عملت البارح اوفيسيالمون من جياني انفانتينو. مازال مكان واحد ما بين 4 فرق اللي باش يلعبوا الفينال نتاع كوبا ليبرتادورز السنه، الديمي فينال اتلتيكو مينيرو من البرازيل، بوتافوغو من البرازيل، ريفر بليت من الارجنتين، وبينيارول من الاورغواي. الفينال تتلعب هما تو باش يلعبوا الديمي فينال، الفينال تتلعب نهار 30 نوفمبر في المونيمونتال، يعني ريفر بليت عنده شانس كبيره باش يلعب الكومبيتيسيون هذه.
نختم بأهم مباريات خارج تونس اليوم. وولفز يواجه مصعتين فريق مانشستر سيتي، 4:30 القمة في البريمير ليج، ليفربول تشيلسي. المباريات هذوما تشوفهم على كانال بلس وعلى بين سبورتس عربية وفرنسية وإنجليزية بليتو. شامبيون في لا ليغا مايوركا تلعب ضد رايو فاريكانو ماضي ساعة، أتلتيكو مدريد ليغانس 3:15، في ريال خيتافي 5:30، والثمانية متاع الليل البارسا تلعب إشبيليا. وفي السيريا ليتشي تلعب ضد فيرونتينا 4 متاع العشية، قبلها أول مباراة اليوم نجم تفرجوا فيها لإمبولي ضد نابولي 11:30، نابولي متصدر السيريا. ليتشي كما قلنا ضد فيرونتينا، ليتشي فريق حمزة رفيع يلعب مصعتين، فينيتسيا تلعب ضد أتلانتا مصعتين، كاليري تورينو الخمسة، وروما في الأولمبيكو الليلة القمة يلعب ضد لينتر 8:15 متاع الليل. وفي البوندسليغا هولشتين كيل يلعب مصعتين ضد يونيون برلين، وفورسبورغ يلعب ضد فيرد بريمن 4:30 متاع العشية. وفي الليغا مباريات باش نحكيو عليهم، نونت تواجه نيس 4 متاع العشية، بما انه علي العابدي باش يكون نورمالمون موجود في الجروب، ومونبيلي فريق خرزي الوهبي الخزري يلعب 8:15 ضد لوام. النشرة هذه وكل اخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فان بوينت.